هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، تقدم لي رجل صالح ملتزم بأمر الله وهو حسن الخلق، وأنا أنتظر ابن عمي الذي أحبه ولا أدري هل سيتقدم لي أم لا، فما رأي فضيلتكم؟ هذا راجع إليك، تختارين الزوج الصالح، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، تختارين الزوج الصالح الملائم لك، هذا راجع إليك، ولكن كل ما بادرت إلى الزواج فهو أحسن، وكونك تقبلين الزوج الخاطب لئلا يفوت إذا كان صالحا، ولا تنتظرين واحد ما تدرين هل هو يرغب أو ما يرغب، ما تدرين هو يرغب أو ما يرغب، خذي المبادر والحاضر الذي يصلح والحمد لله، وذاك يرزقه الله إن شاء الله. نعم.